يا فهم احنا راديو 11:14 دقيقة معاكم راجح في دوريجينا فرح بن عمارة بالليل مش تعب بعد يلا راجح هذا هو احكي لنا يا خويا اليوم اعطيني الجينجر دوريجين صح انا كالعادة في دوريجين اليوم صحيح فما كلمة هو أما متلخصة في عدة كلمات هو موقف كامل لنا بنيت ولا محالة في الروبريك متاعي روبريكتي وانا خذ راحتي معناها روبريكتي وانا حرة فيها بالضبط أنا عندي تحفظ كبير ياسر على لجنة منح الأسامي معناتها شكون هم العباد اللي قاعدين يعطيو في الأسامي راهم قاعدين يضروا فينا نحن كرجال ساعة خلينا نتبعوا شنو هما لي كريتير دادميسيون باش تدخل اللجنة أو هيئة التسميات وأعطاء ومنح الصفة شكون كوش يزمك عامل في حياتك يزم خالك ويلي مثلا عمك ولي سابق عامل ماستير أنت مثلا في النفة شكونك يا أخي نحب نعرفه هل هي الفيمن مثلا نور العملية هل تكون مثلا النساء الديمقراطيات سيبه مية تحامل كبير ياسر علينا نحن كمعشر الرجال شوف أي حاجة خايبة في الدنيا عرفناها يلزم تبدأ بالبو قبل شو البوت الليس البو نتو البو ذبيح أول سوبر إيرو عرفته في حياتي شكونه لو فامو بوشكارة صحيح علاش عملتونا كيكة وإحنا صغار يا أخي شو البوشكارة معناه غموض كبير ياسر في الخدمة نعرفوه لما حال يخدم من نص نهار حتى ما ثلاثة نتاع القايلة صحيح المهنة صحيح يهز الولادة الصغار اللي ما قايلوش يحطهم في شكارة معناتها يخدم مهدأ أعصاب للطفولة شوف حتى الحاجة المزيانة والمهرة كي واللي في وجهها الضوء تزيدها البو تتحطم مثلا شقائق النعمان شوف الكلمة شقائق النعمان أسمع كادر في بانكا اللحية محصورة البات قاتلينها جيل تونس شوال البقرعون البقرعون شو الحمورية معناتها هو بيدو مش مصدق راه يغز روحه في المرايه هل انا بقرعون كما يرويو في تونس هز روحه وخرج معش بشي مبت عن دبي خلينا اليوم نحكيه على واحد من الاباء هذو من الاباء المظلومين مش ياسر علينا طهور وعرس ونفقة مش برشا هكا تزيدوا تشويه سمعة اللي هو مسكين سكت على حقه عنده مديدة الا وهو البوزوغار اي اي شوف آي الكلمه معناتها فما بزايده حروف الساعه صرفوا عليه من حيث ولا حروف فما 200 غرام زايده البوزوغار اون فيت فيتورينغ بين كلمتين فما البوزا والروغار فيها وعلي ماهيش وحده وباش تنطقها يلزمك نحي لو اس بي من فمك فما دريفت باش يصير خاطر في العمليه سينو بوزوغار كلمه خشنه تحسوا مجرم تحرب تحسوا فارم العدالة وكوانتد من فوق وحمامة بحذاه اللوتة ما فما دخل بيزة معناتها صارت في عنده سلاح في بدء الأمر البوزوغار هو كان بينام الحصبة وخدموا بعضهم البروجي فانديت ويدم ولكن صار اختلاف من بعد كون واحد حاب يحط دو قط بيضاء على الغلاف والآخر قالوا لين خليه الغلاف أحمر صحيح. فهوني هز روحه وخرج حل بروجي وحده فهمت زاد حاجة جديدة اوبسيون باش الاخر ما يشكيش بيه في دروا دوتور فهمت فما شوية جرش في العملية ولكن سرعان احنا ما عملنا كي وفنينا له عمره على خاطر من حيث الاستيتيك مهزلة كبيرة ياسر في حق البشرية صحيح هكا ولا طبعا غير خلي معقول اثر اذا كان ما تتعاملش معه بكل رقة في كل الحالات مهما كان عمرك البوزوغار ودود ويخلي لك ذكريات طيبه نعم. على خاطر نهار اللي تمرض العيله الكل باش تولي مغرومه بالكولورياج باش تشوف حاجه رهيبه وبشيفتي وزاده يا وجهها راه مش يسيبوك هكاك فهم يقول لك لا ندوروا على النقطه البيضاء اما الوسط خليه فارغ فهم يقول لك عبي الوسط وخليه داير فارغ في كل الحالات يا باش تخرج دالماسيان يا باش تخرج حمار وحش ماكش باش تهرب بيناتهم كوكسينيلا ولا كوكسينيلا كانك صغير الحجم هذا كانك شويه معناها عامين ثلاثه واحد من الناس انا تالمت من الذكريات هذه مرست عمري 24 سنة لا الله. والله العظيم حيت وعليش بتاع بيك شيء تحبش تعرف يمكن كان عمل قطيعة معايا ميزاجور جيتو مخ أنا المهم هبطت على البلاي ستور هبطت لي مخر ميزاجور في وقت اللي خلطت أو كقصات ربي ليه والطبيب متاع الخدمة اللي قال لي عندك بوزوغار شوف الحشمة معنا مش له مهسهس معنا ويقول لك والله عندك بوزوغار تحشم على عمرك زاد ولكن معناتها وقت اللي عرفوا الحمد لله كانت متعة كبيرة ياسر ايفينمون احتفلوا به كل أفراد العائلة مشى ضحيته 5 لتر ودواء أحمر اليد الأولى واليد الثانية وكل واحد يختار بون اخترت الديزاين أشكال دائرية رومبوانات حتى كان خرجت للشارع ما ظهرش ياسر بوزوغار أصل الكلمة متاع بوزوغار ترجع للأمازيغية اللي هو أزغار فأم أزغار قدمت شكاية إهمال أيام فتبنى بعض الأمور ولا بوزوغار اللي هو أزغار أصلها كلمة أحمر عند الأمازيغ أحمر دونك بو زوغار على نفسك دونك بوزوغار بو الأحمر بو الأصفر بو الأخضر على كل إن شاء الله لباس
وعاشت الاسم يا سي بوزقه. عاشت الاسم دوري جيان. دوري جيان. فهمت علاش نلبسوا بالاحمر احنا كي نمرضوا؟ لا هذيك الحصبه. هذيك الحصبه تلبس بالاحمر. اما ذي تدور بالاحمر. تولي هوموجين. انت بكلك تولي ستابيلو. تولي صحيت والله. هو راه معاناه. انا في ليسين نتذكر روحي وعندي لتوا عندي بلاصه هيا هوني نخبي فيها بالفوندوتان. شطر نص ربع حفره تعملت لي. خاطر قاو يقولوا لك اول حاجه ما تمسش. بتبيعه تمس. ما تمسش. اول حاجه تعملها وجهك. شفت مراكو حاجه تاكل ياكلوا ما تمسش. تعمل هكا وقتها وانت صغير السن ما عندكش هذيك اللي تعمل بشويه. صغير السن راهو فما حاجات يتلبسوا كوندويت وبالقيتن ولا سباولو يدوروا عليك. سباولو عاد يسرع. حاجه رهيبه. معتقل على نفسك. شفتي بيه جوزيف؟ لا لا الحمد لله. ليه بتبيع مرضت وانا صغير ما نتذكرش معناتها. 24 سنه المعلم. لا خاطر فما شكون يلزمك تاكلوا ما دامك حي طليق في هذه الحياه. ما يخليهاش حتى 70 يجي يا سيدي. كيف نسيدك ال 11 و20 دقيقه توا وقت جمعيتي.